سجل من وسط الملعب لصالح المنتخب البحريني خطرة، لأن المنتخب البحريني تحول من الوسط للهجوم بسرعة كبيرة. هذه كرة اللعب حصل على طول تقي وبيلعبها المجدي مباشرة في المرمى، مرة ثانية مجدي ثاني في الجول. الثاني الهدف الثاني. مبتسم فييرا. والله أول مشاركة لي كانت في دور الأربعتاش في 98، كان في مملكة البحرين، كانت أول مشاركة لي في مع المنتخب الأول. كان أتذكر ذاك المدرب فييرا، مدرب البرازيلي، كان مجموعة من اللاعبين الكبات اللي كانوا معنا في بعد بطولة كأس الخليج اللي كانت في مسقط في 96. أتذكر كان كابتن راشد عبد الله، محمد خميس، العريمي، محمد زايد، خير خادم، يعني مجموعة كانت من اللاعبين الخبرة اللي في هذيك الفترة، سليمان خميس. كنا نحن هذيك الفترة ممكن بدايتنا مع المنتخب الأول، يعني كابتن محمد ربيع، كابتن هاشم صالح، كنا طلال خلفان، في مجموعة اخترهم المدرب البرازيلي فييرا. وكانت لنا في 98 أول مشاركة في دورات كأس الخليج. كنا في هذيك المجموعة خليط من اللاعبين الخبرة والشباب. أتذكر كان المباراة، أول مباراة افتتاحية كانت مع المنتخب قطر، وكسبناها 2-1 في هذيك البطولة. من ثم تولت المباريات، قدمنا مباريات يمكن في بعض المباريات كانت مباراة جيدة. أتذكرها مع ضد المنتخب السعودي، تعادلنا 1-1 على ما أعتقد، مع المنتخب كذلك خسرنا 1-0 عفوا، مع المنتخب البحريني تعادلنا في البطولة 2-2. كان وكذلك سجلت يمكن أول هدف لي في دورات الخليج، كان ضد المنتخب البحريني في آخر مباراة لنا كانت في الدورة. من ثم توالت المشاركات في البطولات الأخرى، لكن أول مشاركة لي كانت في البطولة اللي كانت في البحرين 98. المنتخب البحريني، يعني الكرات المرتدة من وسط الملعب لصالح المنتخب البحريني خطرة، لأن المنتخب البحريني تحول من الوسط للهجوم بسرعة كبيرة. هذه كرة اللعب حصل على طول تقي وبيلعبها المجدي مباشرة في المرمى، مرة ثانية مجدي ثاني في الجول. الثاني الهدف الثاني. هاري ضابط يحرز الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. هاري الضابط أخيرا بيحرز في خليج 14. هاري الضابط أخيرا بيحرز في خليج 14 وبيسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. 2 منتخبنا الوطني، 1 المنتخب البحريني. شوف 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 اللعبة في الأساس من مجدي شعبان، دفلت من محمد صالح، وبيهيئها دفاع المنتخب البحريني مباشرة لهاري الضابط اللي ما يتوانى وبيلعبها في المرمى الخالي تماما، بيسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. شوف هاني ومباشرة في المرمى محرز الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني. أول ما وصلنا إلى الرياض كنا عاملين معسكر في دولة قطر. من ثم وصلنا إلى الرياض هذيك الفترة، حصلت على هذيك الفترة، يعني كنت هداف العالم لعام 2001. أتذكر أول ما وصلنا الرياض تقريبا، يعني في إحصائيات الاتحاد الدولي لإحصائيات التاريخ، يعني أنا الضابط هداف للكأس، الهداف للعالم عن العالم 2001. كان هذاك الدافع برصة 22 هدف في هذيك الفترة، كان ممكن قد يكون الدافع عليه، وفي نفس الوقت قد يكون ممكن ضغط على هذا الضابط أنك أنت هداف العالم بيشارك في البطولة. كانت أول تجربة في بعد الحصول على هذاك اللقب. فكان يمكن مثل ما ذكرنا يكون قد يكون جانب سلبي وجانب ايجابي، لكن الحمد لله يعني كان لي بالنسبه لي يمكن جانب ايجابي، اعطاني دافعيه اكثر على اساس انه يكون يعني اعمل شيء في البطوله الخليجي 15. رغم مثل ما ذكرت اول مباراه يمكن مع الامارات خسرنا 1-0، ما كان فيها الاداء يمكن بشكل كبير حتى كالمجموعه. من ثم يمكن المباراه الثانيه اللي يمكن مباراه الكويت اللي هي كانت يمكن اعتبر اللي يمكن قد تكون الابرز، وقد تعتبر اللي يمكن الافضل في دورات الخليج بحكم اني حرص فيها الهاتريك، وكان فيها كذلك اول فوز لمنتخب عمان على المنتخب الكويت في دورات الخليج. فهذيك المباراه هي اللي اعطت يمكن هاني الضابط، ولا قدمت هاني الضابط بشكل اكبر واوضح في البطوله. تق مبارك يلعبها لناصر زايد في مكان حلو، ناصر عرض ناصر عرضها العبها جول. جول جول الله، حلوة 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 يا هاني. هاني 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 هاني
أهداف منتخبنا الوطني في المباراة، أول أهداف منتخبنا في هذه البطولة. فوزي بشير، فوزي عدى من الأولاني، المرمى الثاني حبه يلعبها لناصر زايد، تلعب عبر الملعب ملعوبة، ترجع مرة ثانية لناصر زايد. منتخبنا الوطني لهان الضابط، هذا الله 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 يا علي، الله الله الله، برافو من هان الضابط، الله عليك الله عليك الله عليك الله عليك يا هادي، فعلا 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 كرة حلوة، هان الضابط هدفين هدفين. وناصر زايد هان الضابط ممكن غيب راسك، هاني قال قال الله 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 الله، حلوة 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 حلوة، هان الضابط هان الضابط يضبطها، هان الضابط يضبطها فعلا، هان الضابط يضبطها بالوقت بدل الضايع، هان الضابط هان هداف العالم هداف العالم. قد يكون هاشم يمكن قد يمكن فترات طويلة كنا مع بعض، سواء كان في نادي في نادي الظفار في فترات من ثم في المنطقة يمكن سنوات عديدة، بتحس إنه يمكن يمكن قد يكون من أكثر يمكن المهاجمين اللي يمكن لعبنا مع بعض في 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 في, في المنتخب، فكان أكيد نوع من التفاهم نوع يمكن من الانسجام في في بيننا في خط المقدمة. منتخبنا واحد 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 منتخبنا، شوف لما لعبت، برافو يا هاني برافو، واحد منتخبنا الوطني لا تشيل الكويت هنا في دورة كأس الخليج. الخليج 16 كانت يمكن المشاركة الثالثة يمكن المنتخب اللي يمكن كان مع الكابتن مع المدرب ما شاء الله، كان هذا المنتخب يمكن بدأ يمكن المنتخب اللي نسمى قد يكون الجيل الذهبي بدايته في هذا البطولة، أتذكر المدرب ما شاء الله عبليف كان العناصر اللي هي اللي حرزوا الخليج 19 في 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 مسقط، فكانت بداياتهم أتذكر الكابتن عماد الحوسني بدر مقوم أحمد كان وأحمد حديث، كانت لهم أول مشاركة يمكن بالرغم يمكن في خليج 15 يمكن في بعض اللعيبة اللي كانت لها يعني مشاركة ثانية مثل الكابتن فوزي بشير وعلي الحبسي خليفة عايل محمد ربيع، هذا كانت من خليج 15، بس خليج 16 بالعكس كانت المجموعة ممكن شبه جديدة وأول مشاركة لهم. أمري عليك يا هاشم، جول 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 منتخبنا الوطني، والهدف الثاني عن طريق هاشم صالح، ضيع مرتين في الشوط الأول لكن في الشوط الثاني من أول كرة هاشم انفراد بحارس المرمى وليد، وعلي بن وليد يا عيني عليك الله عليك الله يزينها الله يشحلوها، شوف شوف هاشم وبيمينه وبيمينه في مرمى وليد. كانت هذيك البطولة يمكن من أفضل البطولات اللي يمكن اللي شاركت فيها على التحقيق يمكن إنجاز شخص يمكن كالمركز الثاني في أكل البطولة، وبشكل عام يمكن الفريق كان يمكن من افضل المستويات اللي قدمها، انا اشوف ان المنتخب خاصه هذا المنتخب صح خليجي 17 و18 وصلنا للنهائي وحتى 19، لكن من خلال الاداء انا اشوف خليجي يمكن 17 المنتخب كان يمكن اداؤه في 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 يمكن احلى ما يكون، خاصه اللاعبين كانت بداياتهم المجموعه الحاليه وكانت بداياتهم لطريق الاحتراف، وكان خليجي 17 برغم ما كنت اساسي في 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 البطوله كنت انزل بديل، يمكن المدرب ما شاء الله كان اغلب المباريات اكون بديل، كان متواجد في خط في خط المقدمه الكابتن عماد والكابتن بدر في 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 البطوله، حتى عماد حرز فيها هداف البطوله، كنت انا كبديل يمكن اتذكر في مباراه قطر اللي كنت فيها يمكن اساسي اغلب المباريات كنت انزل الشوط الثاني، في الموقع مثل ما ذكرتك الفريق ما حالف الحظ، خسرنا بضربات الترجيح مع المنتخب القطري في النهائي، لكن خليجي 17 بداية مثل ما ذكرت للجيل الحالي اللي هو الجيل الذهبي لعمال اللي حقق خليجي 19. هذه تشكيلة المنتخب العراقي حالي لمنتخبنا الثاني الثاني الثاني، لعبتها حلوة يا جماعة منتخب